بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. وبرنامج فسحة مع بيبات، نستضاف لكم الصحافية لالة كابر. لالة، إيش حالك؟ مرحبا سيدي، ياك لباس. الحمد لله تبارك الله. لالة، نختارك وتعرفينا على تعرف المشاهدين عليك وخلاقك أنت، وذا كامل ما تجحلي منه شيء، وخلاقتك ما اللي هي الأساسية قاعدة. ذاك هو السبك تت. انا اسمي لالة متكابر، من مواليد نواكشوط، سنه نقولها لهم بالوقت اللي شاعوا وهما يعرفوه. قولي انا بعد اقولها، راك تمرض صدامك. انا اللي تقولي خليني مولصها لهم بالوقت اللي شاعوا. شنو كم سنين؟ ايوه زينه. شنو كم سنين؟ انا من مواليد 1986 نواكشوط، سينكيم تحديدا. لا انت دخلتي مجال اللغه بالاشاره بالصوم. منظرة كانك دخلتيه بإرادتك والله كانك وجهتي له والله مثلا؟ دخلته لا بإرادتي، لا رأيت جمعية، كنت أول مرة نشوف الصوم ونعرف عن عندهم لغة الإشارة، شفت هيك الجمعية وجيتها، كنت متطوعة معاها وتعلمت لغة الإشارة وتعرفت على الصوم. وشنو هو كان تعاطيهم معاك؟ تعاطيهم معايا دائما إيجابي الحمد لله. الصوم زين عندهم يجبروا حد من السامعين يتكلم لغتهم ويصطحبوا مع الناس اللي تتكلم به، اللي هما لغة الإشارة بالنسبة لهم هي كل شيء، بلي هي اللي لا يتعبر عن اللي يبقوا هما يقولوا كامل، واللي يبقوا يشتغلوا واللي كامل لغة الإشارة هي أساس. وبالتالي زين عندهم حتى تعاطيهم معايا ومأملين بيا ياسر، مش إن شاء الله نعود قدم إن شاء الله. إن شاء الله. من درى شنو تعاطي معاك الناس، وإذا المجهود القائمة به الكبير، من درى كان فم ناس مثلا مهمنت وتعرف أن القائمة مجهود، ولا أنك فرقتي له راسك وذا كامل من أجل مثلا الآخرين؟ ما شاء الله الناس تعاطيها إيجابي، واللي هم زاد مع الصوم ومع تثمين المجهود اللي قائمين به. وعادت لغة الإشارة عادوا يعرفوها، عاد الإقبال ياسر، الناس بقيت تعلم لغة الإشارة باللي فهمت أهميتها عند الشخص الأصم، أهميتها عندهم عن الناس تعود تعرف لغتهم. وحتى قاع أهالي الصم من أنفسهم عودوا ما يعرفوا لغة الإشارة، عودوا يبقوا يتعلموا، حتى المتابعين الحمد لله ما شاء الله عاد تفهم. حتى في البرامج واللي التلفزيونية، المسائل اللي شتقلت عليه، حتى بيلي تعرف الناس اللي تعود تراعي في الصم وتراعي في لغة الإشارة في المؤتمرات وتراعي فيها في كل بلد، معناها عن فهم مادة يعدل لهذا، معناها انك مادة وهم أهمية اللي مطروحة، وهم مثلا أهمية مطروحة كبيرة، أنت مثلا تأخذ في الإذاعة ومثلا جميع البرامج كان بهذا. والله مهمين عندهم، حتى ما أنا الله قاعد دائما القنوات يتواصلوا معي الأخرين، غير نظرا عن ما نقدرش نتقال في قناتين في بلاد، مع أنهم مترجمين أخرين غير إن شاء الله ناس مركزة عندهم. يا قال من درا كان كذا اللي تقولي لهم؟ احنا هذو الثانيين ما نعرفوا لا نراو فيك انت تشايري، ونراو فيك تقولوا مره تقولوا فف ومره تقولي كذا وترف وشنو نكتب من ذا. هو ذا شنو مثلا انت لاهي تقولي لاهي تنقلي مثلا حدث مباشره، شي روايه مثلا كيف تحفل والله كيف مهرجان والله انت ديت باش ديت باش. لا عاد مهرجان للواقف يتكلم هي لغة الإشارة، انت تترجم الفكرة العامة عن ذو الناس الواقفين يقولوا شنو وموش وشنو التاريخ وشنو، فهمت؟ هي لغة الإشارة فيها الحروف الأبجدية وفيها الكلمات وفيها الجمل وفيها النصوص وفيها الأرقام وفيها قاع اللغات الأخرى، هي أكثر من 300 لغة إشارة حول العالم، فهمت؟ العالم كامل يستخدمها. يا صقع أنت يا صقع عالم فايتنا عالم شوف شاكين كذا أنت توقفي وتواسيهاك وهو أبدأ هي في واحدة يختلفوا في الإشارة يختلفوا، حتى وهون في موريتان يستخدموا من هذين، واحدة الإنجليزية وواحدة اللغة العربية، غير اللغة العربية اللي أساسا هي اللي في عاد تدرس اكثر في المدارس، وغير الاول كانت الانجليزيه الاولى كانت تقرا. ولا سامي تقولهم باش؟ سامي تعرف مال اسمك بيبات؟ والله او شت بيبات اسمك لا يكتب بالحروف. ايوه يقير ذاك اسمك ينقال له بالحروف. أيوة. بيبات مكتوبه واضح ب اي بات، واضح يقير له يشيروا لك عنك ممثل، فهمت؟ يقول لك مار
لا صمارك اللي يقعد معك لا يختر لك إشارة لا يخرصك لا يلود لك أي مارة فيه معناني صار شيء لا يقول بقى وتلا قد يقولوا لك الصد مثلا أنا اسمي ليال فهمت بدلا من عود كل واحد منهم يجي من جابة معه يكتب لي ذيك ليال بالحروف يشير لي بذي الشام واسولي بذي الحال هاي لين تجبر أي واحد من الصنف نواك شو وتعدلوا بذي الحال لا يعرف عنها أنا عزين حتى فهمت والله نحن مضبطة الله يختم ان شاء الله هذا اللي عمل موضوع وزين وانا بعد ذلك فهمته واستوعبته وعرفت انه عمل لانه مهم وعلانه مولي من رايك كان هاي الهيئه اللي تتكلم انت عنها وهيئه مهمه ومهمه مثلا مهمه حتى من رايك كانهم يصبروا مصاعب من رايك كانهم يقولوا لك انهم يصبروا مصاعب في الحياه من رايك كان فهمتهم ثقل عليهم مثلا أنا قاعد ما تكلمت في أخبارهم وعدتنوا خضر دور نحسس بهم وبيه المصاعب اللي تواجههم بس اللي تواجههم مصاعب ما خالك شي ما هي قاعد طبيعة الإنسان بصفة عامة دايما عنده صعوبات في الحياة قالوا هم زايد عليهم اللي هاي الإعاقة السمعية اللي عندهم زايد عليهم اللي مصاعب لوقت الإشارة عن هذا ياسر من الأماكن ما هي موجودة فيهم واحد منهم كنت دائما نعود نمشي معاهم يقال عيتي يعودوا معايا كيف اليوم عود عاطي ميعاد الواحد منهم يعني نمشي معاه شور إدارة ولا شور بريدة بقايته وعود الأخرى في نفس الميعاد عندنا أبل فيديو هاي تعدل واتساب يمشي واحد منهم شور ذيك الإدارة ويتلفن لأبل واتساب ونتكلم أنا مع ذاك المسؤول فهمنا شرح له هو ذي اللي جاي يدور شن هو فهمت عاطيك أسهل عليانا بدلا من المشي دائما عندهم صار مشاكل التكوين المهني والتشغيل وياسر مش شباب والله اللي قايمه بعمل مهم ويعطيك تسجع عليه ويعطيك مثلا ينطرح لك بلدي يعطيكم انتم تسمعوا البيبات اللي يقول هاي مثلا هو مشكلتهم الوحيده والله التكوين والتشغيل والدمج ولغه الاشاره مالي تواجد لغه الاشاره في المؤسسات العموميه انا المسماري المخرج مازال عندي 6 حلقات وفيهم معك انت به اللي هاي الحديث اللي قلت معك والله عالم مولانا زيان عندي وزيان عندي الشرح ان شاء الله بالخير احنا في اخر هاي في اخر الحلقه ولا نبغى بعد توفى ما عندنا داين واسطي او المخرجين هم اللي يشيخوا في كامل نختار لك تقول لنا تجربتك الاولى في رمضان من ركانك سقمت معاه والله ما نظلم مع سقمت معه عجيبي ما سقمت مع تجربتي الأولى في رمضان فيلي متذكرة عني جيت الجيران عندنا مرسولة وريت مقرج ما طروح فيه الموقط عني رويت منه مسحت فمي ورجعت للدق قعدت مصرية يعفي عليك يعفي علي الشابة انت كم درك انك متخلطة مع الهول والله مثل الجيفان والله انا خلعت لك شك انك قلت اني متخلطة عن بسم الله احنا راح هاك ما قدم بيك بسم الله راح لكن ما يدين يقول لك من كان مثلا تسمعيه وزين عندي نسمعه زين عندي تفهم يدير منه زين ويدير منه الله لا لا بس لا يقول لك قاب ندور عقاب وتقوليه لي والله شو من دقياد إلى مرة شمر شو منهم زاد إلى مرة شمر زين حتى الله يدرس لا بس لي الله يدرس بس لي هذا إن شاء الله هنانا احنا كيف شيء نختتم ولا نعطيك تحاجية وتوفي آخر شيء هذا يا من ظهر وظهر زنان يا من بطن وبطن الخربي شاد حال يقول الحزيق تعال عرفنا الهيش هاي ظهرك ذاك كيف نقوم انا عدل اكتشف من الوقت للشارع ذاك الطريق لي تفهم انا راني متفايتين وتو اوف حقبة تحاجيت مخلص بيها لقيت ما فاصلت منك ذاك اللي تعال نجي والله يا ما ينفصل مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته